زيارة تواصلية بين مجلس النواب ومجلس محافظة المحرق بمناسبة بدء الفصل التشريعي الخامس. أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب أن المجلس النيابي باعتباره ممثلا للشعب ووفقا لدوره الدستوري يضع التواصل مع المواطنين على قائمة أولوياته. جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب وعدد من أصحاب السعادة النواب بمحافظة المحرق صباح اليوم إلى مجلس محافظة المحرق، حيث كان في استقبالهم سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، وبحضور عدد من المسؤولين والشخصيات وأهالي المحافظة. وأشارت إلى أن المجلس النيابي يحرص على استثمار الوقت لخدمة الوطن والمواطنين، فكل ساعة زمن تمر يجب أن تستثمر في خدمة مملكة البحرين، وأن المؤسسة البرلمانية تدرك أهمية الوقت في اجتماعاتها ومناقشاتها وفق الإجراءات القانونية، وفي ظل السعي الحثيث لتحقيق المزيد من الإنجازات وتجاوز كافة التحديات وتسخير كافة الجهود لمضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز من خلال التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع. قلت لك إن أيكم في يوم أجمل الأيام، في يوم لولا ما كنا إحنا موجودين تحت قبة البرلمان، في يوم لولا ما كانت مجالسنا مدارس مثل ما هي اليوم، في يوم لازم باسمنا كلنا باسمكم وباسم الشعب البحريني صوت واحد نهنئ قيادتنا الرشيدة على نظرتها الثاقبة، على رؤيتها البعيدة، على ما كان يتمنى أن يأخذ البحرين لها وأخذها وإحنا وياه مساندين، على حكومتنا الرشيدة. لا شك أن مثل هذه الزيارات في جميع محافظات المملكة تخلق نوع من التواصل والتلاحم بين السلطة التشريعية وأيضا المواطنين. اليوم أعتقد المواضيع اللي تم طرحها من خلال اللقاء كانت مواضيع جيدة تصب في مصلحة المواطن، وفي نفس الوقت هي تعتبر مثابة يمكن خارطة الطريق لبعض النواب اللي كانوا متواجدين معانا اليوم. لا شك أن وجود رئيسة البرلمان فوزية لنا اليوم لنا ردود إيجابي للمحافظة خاصة والمحرق عامة. وجودها اليوم بيننا يعني أكثر المواطنين حاولوا أن يطلعون ما في داخلهم من 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 أشياء مهمة للبلد. فاليوم إحنا صراحة كمحافظة واجد ارتحنا من وجودها بين يعني، وهذا إحنا نفتخر فيه كبحرينيين، لأن لما تحصلين رئيس برلمان يحضر عندك ويسمع كلام المواطنين هذه شيء كبير محسوب لها يعني، وإحنا نشد على يدها هي وأعضاء البرلمان كانوا متواجدين يعني. خدم في محافظة المحرق حوالي 14 سنة، كان يونا وزارة، كان يونا وكلاء، كان يونا الكبار بالمسؤولين، والحمد لله كنا دائما نلقى الخير من وراهم. بس بالنسبة حق الأخت فوزية زهري أول مرة أول رئيس مجلس النواب إنه هو يزور المحرق، وأتمنى تكون يعني زيارتها خير للمنطقة ليس للمحرق فقط ما لكل المحافظات. اليوم في مجلس محافظة المحرق تم بعض الاقتراحات وهموم الشباب وهموم المواطن إلى سعادة رئيس مجلس النواب الأستاذة الأخت فوزية زينل، وإن شاء الله نتمنى أن تنقل هذه الهموم والمشاكل التي طرحت اليوم في بعض المواطنين والرواد المحرق إلى السلطة التنفيذية لحل وزعزعة هالمشاكل إن شاء الله، خاصة الشباب.